ايه يا شباب اللي حضر المحاضرة، اخر حاجة خدناها ايه؟ الانتجريشن ولا خدنا الاشكال المركبة؟ خدنا أشكال، كان بيبقى فيها حاجات متشالة. ايوه، يعني خدنا اللي هي المثلث والمربع والدايرة، ولا خدنا انتجريشن؟ اتنين الاثنين خدنا انتجريشن وبعدين أيوة الاثنين الاتنين. دول. ايه ده، خدتوا الاثنين؟ ايوه صد السنترال غالبا حضرتين ورا بعض غالبا. تمام، انت كده خلصت السنترويد بقى. انا ما اعرفش خلصناه ولا لا، بس احنا خدنا فيه كم كبير يعني. يا باشمهندس، يعني الدكتور حل معاكم انتجريشن وخدتوا كمان الاشكال بقى اللي هي بتبقى متركبه، مثلث زائد مستطيل ناقص دايره. الدكتور في الاول شرحت الانتجريشن، وبعدين جبنا مثلا قالت ان هو مش عارف الاثبات بتاعه كان موجود السنه اللي فاتت، وبعدين الدكتور حلت معانا مثلا مساله مخروط كانت متكونه من كذا حاجه. فلو هو ده اللي حضرتك قصدك عليه الاشكال المتركبه. هو ده. تمام، ماشي. طيب نجهز بقى الملف اللي احنا هنشتغل منه. انا لسه ما رفعتش الملف لسه على التيم، خلاص هرفعه لكم دلوقتي ان شاء الله. اول اترفع هتلاقوا شباب، تعالوا كده نشرح الايه الاول الطريقه. اخر ترسيم دول طبعا ما لهمش علاقه بالستاتكس. دي حاجه كده اسمها خواص المساحات، دي بيستخدموها في اقسام كتيره، مدني وميكانيكا، اقسام كتيره وعماره. خواص المساحات، ان انت عندك مساحه معينه، المساحه دي بيبقى لها ايه كذا حاجه. اول حاجه السنترويد بتاعها مركزها فين، تاني حاجه الانرشيا بتاعتها، يعني عزم دورانها كام. طبعا انت مستغرب يعني ايه عزم دوران مساحه، هنشرحها ان شاء الله في شابتر 10. ف9 و10 دول ما لهمش علاقه كبيره قوي بالستاتكس يعني، لا. فشابتر 9 ده بنتعلم ان انا اجيب لك مساحه وانت تحسب ايه مركز المساحه دي فين، بس ده اللي هناخده ان شاء الله في الايه في الشابتر ده. طيب، اول حاجه ممكن تكون المساحه اللي قدامي عباره عن معادله، حدودها معادله، فدي بجيبها بالانتجريشن. فدي الطريقه الاولى، يبقى اول حاجه باي انتجريشن. طيب دي بعملها ازاي؟ انا هدي لك مثلا مساحه اهي، حاجه زي كده، ركز. انا هرسم لك نفس الكيرف اهو، مثلا حاجه زي كده، واي بتساوي اكس سكوير مثلا، وادي كيرف تاني نفس المنحنى هرسمه لك بالظبط اهو، خلاص نفس المنحنى اظن. بس هيجي في رسمه هيقفل المعادله مع الاكس، يعني هيبقى الاريا بالنسبه لك عباره عن كده مقفوله مع الواي اهو، والناحيه الثانيه هتبقى مقفوله مع اكس، هو نفس المنحنى بس الفرق في الاريا بتاعتك موجوده فين. عايزين يا باشمهندس، صوت حضرتك ده بيقطع المطلوب منك في جدا. السؤال. صوت بيقطع. طيب لحظة. طب خليكم معايا لحظة يا شباب. فاحنا المطلوب مننا نجيب ايه السنترويد بتاع المساحة اللي قدامك دي، عايزين نجيب مركزها موقعه فين. فبنعمل ايه بقى؟ بنعمل ايه باختصار؟ بناخد element شريحة،
تكامليه. element ده عباره عن شكل منتظم انا عارفه غالبا هيبقى مستطيل، خلاص غالبا هيبقى مستطيل. بناخد element جوه المساحه دي وبنحسب للelement ده مركزه وبنعمل له integration، خلاص. ففي الحاله الاولى اسهل element تاخده هو ايه؟ element يكون بالعرض. طب ليه؟ عشان يكون بيلمس محور من الاثنين، تمام؟ خلي الاليمنت دوت يلمس اكس او واي، بيبقى سهل عليك تحسبه اهو، ده سهل، بيلمس محور واي. لو انا قلت لك طول الاليمنت ده كام وعرضه كام، طول الاليمنت انت طبعا خلي بالك انت عندك النقطه اللي على الكيرف ديت عباره عن اكس وواي، عباره عن اكس واي واي، فطول الاليمنت هيبقى اكس وارتفاعه هيبقى واي، دي كده واي دي كده اكس، تمام. طيب لا احنا مش عايزين الكلام ده، احنا عايزين مركزه فين، مركز الاليمنت النقطه اللي في النص هي دي. يا ترى دي احداثياتها هتبقى كام وكام، حد عارف؟ نص اكس وواي بالظبط كده، نص اكس، اكس على 2 وواي، مظبوط، هو ده اللي احنا عايزينه. دول بنسميهم ايه بقى؟ بنسميهم اكس اليمنت، اكس اليمنت تبقى باكس على 2 وواي اليمنت تبقى بواي. انا قلت لك في الاول الحصه ما لهاش علاقه بالستاتكس، ركز معايا عشان انت في الاخر هتقول ايه اللي باشمهندس بيعمله ده، والحصه هتبقى كلها تكاملات، فدي ما لهاش علاقه بالستاتيك، دي حاجه كده من تمهيد للايه اللي انت هتاخده بعد كده ان شاء الله جوه الاقسام. فاحنا دلوقتي يا شباب يعني هي حاجه زي رياضه، يعني احنا في المساله بتاعتنا عايزين نجيب مثلا مساحه الشكل. لو انت خدت ازاي تجيب مساحه شكل بالتكامل، خدت ايه في الدرس بتاع المساحه بالتكامل؟ ان انت بتاخد element وبعد كده بتحسب مساحه الelement وبتعمل لها تكامل. هنا نفس الكلام، انا عايز اجيب مركز الelement المساحه، هجيب element واجيب مركزه واعمل له تكامل. ازاي التكامل بقى بتاعك هنا؟ لو انت عايز الاكس بار بقى بتاع المساحه هيساوي تكامل اكس اليمنت دي اريا على انتجريشن دي اريا، ده القانون بتاعنا طبعا له اثبات بس مش علينا. اكس اليمنت هتحطها باكس على 2، طب دي اريا، دي اريا اللي هي مساحه الشريحه، الطول في العرض، يعني هي طولها هيبقى اكس وعرضها هيبقى دي واي، جزء من واي، هيبقى تعويض مباشر، تعويض مباشر في القوانين. واي بار هتبقى عباره عن ايه؟ واي بار هتبقى ببساطه شديده انتجريشن واي اي دي اريا على انتجريشن دي اريا برضه، ده قانون ثابت، خلاص. وباذن الله في المساله هتشوف ازاي ان هو تعويض مباشر. تعالوا نكرر نفس الكلام على الرسمه اللي جنبيها. المساحة لو مقفولة مع الاكس هاخد element، هاخد element vertical ولا horizontal؟ هاخد لو horizontal مش هينفع، يعني لو عملت كده element كده مش هينفع، لان هو صح ماشي، بس لو جدع كمل الحل، لو جدع هات مركزه، صعب طبعا صعب. فناخد احسن element بيلمس محور اكس كده، خليه دايما بيلمس ايه؟ اي محور من الاثنين، وبالتالي طول الاليمنت هيبقى سهل، طول الاليمنت هيبقى واي، النقطه بتاعت الكيرف زي ما قلنا اكس واي، يبقى اذا طول الاليمنت واي والمسافه دي اكس. احنا مش عايزين ده كله، احنا عايزين نقطه في نص الاليمنت تطلع كام، احداثياتها تطلع اكس تطلع نص الواي، الاليمنت كله ارتفاع واي، فالنقطة مركز ارتفاعها واي على 2، والدي اريا هنا بكام؟ دي اريا هتساوي الطول في العرض واي في دي اكس بس، وتعوض في نفس القوانين. دكتور ايوه معلش، لو حضرتك بتحط دي اكس ودي واي ازاي؟ ما هي لو الشريحة بالعرض، لو شريحة بالعرض هتبقى دي واي، ما هي واخدة جزء من الواي، يكاد يكون صفر يعني. تمام يعني يا باشمهندس عشان هو صغير جدا فسميناه دي ايه مش ايه.
او دي اكس مش اكس. انتوا ايه الخلفيه بتاعتكم في الدروس دي؟ اننا بنستخدم الانتجريشن بس ما كناش عارفين اصوله ايه بس. دلوقتي احنا الانتجريشن عباره يعني ايه؟ عباره عن ايه الانتجريشن ده؟ عباره عن تجميع، بجمع. فانا مثلا جات لي مساحه بالمنظر ده اهو، مساحه كده ماشي، فانا قلت والله هاخد اليمنت يا هوريزونتال يا فيرتيكال، الاثنين صح بس الاسهل فيرتيكال، الاسهل فيرتيكال اهو. يعني ايه الكلام ده؟ انا باخد حاجه صغيره جدا، اليمنت ده يعني حاجه شيء بسيط قوي. طبعا طول الاليمنت هيبقى هو ارتفاع المنحنى اللي هو واي، يعني ارتفاع المنحنى متغير ده اكس، نقطه الكيرف اكس واي تمام، يعني البعد الاليمنت متغير اكس وارتفاعه متغير واي. طب عرض الاليمنت كام؟ يعني السمك ده كام؟ ده سمك بسيط قوي، ده انا باخد، انا بقسم الاريا لملايين الشرائح، انا برسم بس واحد منهم، فالعرض صغير جدا، فبنسميه دي اكس اللي هو ديريفاتيف الاكس، دي اكس ده لو خدت شريحه ايه، لو خدت اليمنت راسي فيرتيكال خلاص. ومركز الاليمنت هيبقى ابعاده ايه؟ مركز الاليمنت هيبقى مسافته في الاكس اكس، والواي هيبقى واي على 2 خلاص. فهمنا الحته دي؟ ولو خدت اليمنت بالعرض، لو خدت اليمنت بالعرض هيبقى طوله هيبقى اكس، طول الاليمنت هتبقى اكس، وعرض الاليمنت صغير جدا اللي هو جزء من الواي دي واي. وضحت اكتر ولا ايه؟ يعني اوضح شويه. طيب في المساله تبقى توضح اكتر بالارقام باذن الله. تعالوا بقى نشوف المسائل بتاعت التكاملات. ماشي، اول مساحه اهي، ماشي شباب. مدي لك ببساطه شديده معادله المنحنى واي بتساوي اكس كيوب خلاص، وادي الابعاد اهي، عايز السنترويد بتاع المساحه دي. طيب اولا هنختار اليمنت، الاليمنت ده هيبقى ازاي؟ بالطول ولا بالعرض؟ هوريزونتال. بالعرض. بالعرض عشان يلمس محور واي. تمام، بصوا بعد كده هنعملها ازاي. نرسم المساله كده الاول، يبقى دي رقم اف 91. يبقى هو عامل كده وقافل الاريا بالمنظر ده. دي 1 متر ودي 1 متر. طيب هناخد اليمنت بالعرض وبيلمس محور واي اهو. الحاجات اللي احنا كتبناها في الشرح ثابته ما بتتغيرش، يعني ما حدش يقول لي مثلا طول الاليمنت ده 1، ما ينفع، ما فيش الكلام ده. طول الاليمنت اكس، ارتفاع الاليمنت واي، ده ما حد لازم، ده متغير. بناخد نقطه في نص الاليمنت اهي، النقطه دي هتبقى عباره عن اكس على 2 واي، دي احداثياتها خلاص، دول اسمهم اكس اي واي اي. طيب مساحه الاليمنت ده، الدي اريا، الطول في العرض، طول الاري، طول الاليمنت اكس وعرضه جزء من الواي اللي هو هيبقى دي واي. دي حاجات ثابته اهي، يعني شوف الكلام ده كتب في الشرح زي ما هو، دي ثابت ثابت، حاجات متغيره كلها. لما تعمل لها تكامل بايه؟ بتطلع الارقام بقى. تعالوا بقى نعمل تكامل، هنقول له اكس بار هتساوي ايه؟ بصوا بقى كده، تكامل اكس اي ده قانون دي اي على تكامل دي اي. بصوا تعويض، ده تعويض مباشر ما فيهوش اي يعني اختلافات تفكير خالص. بصوا كده انتجريشن اكس اي، هتحط اكس بتاع الاليمنت اللي هو اكس على 2، حط اكس على 2 مش نص مثلا ولا بتاع. دي اي اللي هي الطول في العرض اللي هي اكس دي واي على انتجريشن دي اي اللي هي اكس دي واي. في طالب بيكنسل الاكس مع الاكس،
احذر يا باشمهندس احذر. طيب بيساوي، بص كده بقى، انت عندك تكامل اهو اكس على 2 في اكس دي واي، عندك يعني ايه اكس مع واي، لا خليهم كلهم متغير واحد، خليهم كلهم متغير واحد، يا كلها واي يا كلها اكس براحتك. طيب خلينا نخليها كلها واي مثلا، فانت محتاج تشيل الاكس، ارجع لمعادله المنحنى واي بتساوي اكس كيوب، يبقى اكس بتساوي كام؟ واي والباور كام؟ واحد على الثلاثه، صح كده؟ فانت هتشيل كل اكس وتحط واي الباور بتاعها واحد على الثلاثه، هتبقى كده انتجريشن اكس في اكس باكس سكوير، هتبقى واي باور 2 على 3 دي واي، وطبعا النص زي ما هو اهو تحت اكس دي واي، شيل الاكس وحط مكانها واي 1 على 3 بس كده. طبعا هتحسب الكلام ده بالكالكوليتر، الواي تتغير من 0 ل 1، من 0 ل 1 ويطلع لك اكس بار بتاعت الايه بتاع الشكل. لو في اي اسئله اتفضل. مش فرنس خلاص طلعت محتوى، كنت اسال سؤال بس خلاص عرفت اجابته، شكرا. تمام، اهم حاجه واحنا بنسمع الكلام ده يعني ايه الاختراعات والاختصارات والحركات دي، كل ده هيضيع لك السؤال. الاليمنت ده ابعاده متغيره، محدش يقول لك ايه طب ما انا ممكن احط الاليمنت ده بدل ما انت حطه لي كده في النص، ممكن احطه فوق خالص ويبقى طوله واحد وارتفاع واحد، ما انت بتعمل ايه؟ نفسي افهم انت بتعمل ايه؟ انا باخد اليمنت متغير يا باشمهندس، متغير علشان يعمل مسح للاريا كلها من اولها لاخرها، بعمل تكامل يا باشمهندس من صفر لواحد، الاليمنت عند الصفر طوله صفر، الاليمنت عند الواحد طوله واحد، طب في النص طول الاليمنت هيبقى واي to the power 1 over 3 متغير. المهم تعالوا نكمل ونحسب واي بار. معلش سؤال صغير بس، هو احنا لو يعني كناش عاملينها واي، كنا عاملينها يعني كداله في اكس، يعني تبقى اكس والاخر دي اكس، هيبقى حدود التكامل من صفر لنص، من صفر لنص. لو استنى، لو انت هتشيل الدي واي يعني، تمام، مثلا هنا هيبقى دي واي دي اكس بتساوي دي واي بتساوي تات اكس تربيع دي اكس، تمام؟ صح كده. هنا انا اقدر اشيل دي واي من صفر لنص، صح كده؟ ليه بقى نص؟ ما هو انا الاكس كلها بمتر. لا لا، انا بعمل تكامل للمساحه كلها، المساحه نفسها، المساحه المطلوبه مش الاليمنت. المساحه عندك واخده على الاكس اكسس من صفر لواحد. مش تمام، مش الاريا كلها هتبقى من صفر لواحد برضو يعني. بالظبط، تمام، شكرا. ماشي، لا واي بار يا شباب، القانون بيقول تكامل واي اي دي اي على تكامل دي اي، بص التعويض المباشر، الواي اي يعني واي اللي هي الواي بتاعه الاليمنت، واي الدي اي اللي هي اكس دي واي على انتجريشن اكس دي واي. طبعا الجزء اللي تحت الديمونيتور او المقام ثابت، يعني اكس بار او واي بار اللي تحت ده ثابت، اللي هو الاريا بتاعت الشكل، خلي بالك يعني، انا بس دي معلومه عشان هنستخدمها بعد كمان شويه. عارف التكامل اللي تحت ده لوحده ده الاريا بتاعت الشكل، ماشي، المساحه اللي قدامك المطلوبه ده الاريا بتاعتها. المهم نكمل، مين اللي هيتشال؟ هشيل الاكس، هيبقى واي في واي to the power 1 over 3 دي واي على integration y over 1 over 3 power 1 over 3 دي واي، والانتجريشن برضو من صفر لايه؟ لواحد، من صفر لواحد بس كده. كده يبقى انت جبت الاحداثيات بتاعت السنترويد. ايه درس سهل؟ حد عنده سؤال؟ عظيم. طيب بصوا كده على المسألة اللي بعديها،
تعال نشوف رقم 10 دي برضو 3 3 احنا عايزين ايه اكس واي مختلفين. ماشي طيب رقم 10 المعادله اهي قدامك واي بتساوي 1 على 9 اكس كيوب خلاص. يلا المساحه دي هناخد معاها اليمنت ازاي؟ فيرتيكال بالطول يا باشمهندس. بالطول مظبوط كده خلاص نرسمها يبقى رقم 9 10 فهتبقى كده اهي. المعادله واي بتساوي 1 على 9 اكس كيوب 1 ديت 9. طيب وعندك الاطوال 3 متر هنا وال3 متر هنا هناخد اليمنت بالطول اهو. اوعى تعمل اي اختصارات لو سمحت. طول الاليمنت ده واي بعده عن الاوريجين اكس. طيب هنجيب نقطه المنتصف ثابته احداثياتها هتبقى بعدها عن الاوريجين كام؟ في الاكس هتبقى اكس لكن الواي هتاخد نص الارتفاع واي على 2. طيب والدي اريا بتاعت الاليمنت ده المساحته الطول في العرض طوله هيبقى واي وعرضه هيبقى جزء من الاكس دي اكس. يلا تكملاتك اكس بار هتساوي القانون بيقول ايه؟ تكامل اكس اي دي اي على تكامل دي اي. حلو؟ طيب يلا التعويض هيساوي انتجريشن اكس اي باكس دي اي واي دي اكس تحت انتجريشن دي اي واي دي اكس. هنشيل مين؟ ممكن نشيل الواي ممكن نشيل الواي فهتساوي الاكس زي ما هي. هنشيل الواي ونرجع لمعادله المنحنى هنحط 1 على 9 اكس كيوب دي اكس وتحت واي دي اكس هنشيل الواي ونحط مكانها برضو 1 على 9 اكس كيوب دي اكس. حدود التكامل هتبص المحور اكس في المساحه كلها المساحه كلها الاكس بتتغير من صفر واخده من الصفر لحد ايه لحد التلاته يبقى من صفر لتلاته من صفر لتلاته بس كده دي الايه الاكس بار. طيب نخش على الواي نعملها ازاي؟ واي بار هتساوي القانون بيقول واي اي دي اي على انتجريشن دي اي هتساوي انتجريشن الواي اي واي على 2 اللي هو مركز الايه؟ الشريحه والاريا واي دي اكس على انتجريشن واي دي اكس تمام. يلا التعويض هنشيل مين؟ هنشيل الواي واي في واي بواي تربيع يبقى ادي النص في واي تربيع هتربع بقى الكلام ده 1 على 9 هتبقى 1 على 81 اكس كيوب تربيع تبقى اكس باور 6 على 1 على 9 اكس كيوب دي اكس بس كده. والتكامل ده هيبقى من صفر لتلاته ومن صفر لتلاته. هما الاتنين بيدونا نفس الرقم مش مهندس؟ يعني ايه بقى؟ يعني سواء استخدمت القانون الاكس او قانون الواي بيديني نفس النتيجه صح؟ يا باشمهندس السنترويد ده يعني نقطة ليها إحداثيات ليها إحداثيات في الإكس اسمها إكس بار وفي الواي اسمها واي بار أكيد مختلفين. تمام تمام فهمت فهمت صح عليك معاك حق معلش مظبوط. طيب تمام شكرا يا باشمهندس. هو بيطلب منك في المسألة الاتنين إكس بار لوحدها وواي بار لوحدها ماشي يا شباب.
تمام، فهمت. حطينا لك بقى مجموعة مسائل مسألتين بنربط السنترويد بالإيكوليبريم، خلاص حاجات بسيطة يعني. تعال ناخد واحدة منهم، ممكن ناخد دي مثلا رقم 20، خلاص عندك بادي أهو قدامك. نرى السؤال بقى كده واحدة واحدة ونركز، يعني دي لو جات لك في الامتحان تجي لك على شابتر 5، خلي بالك دي تعتبر مسألة على شابتر 5. طيب بيقول لك البليتة اللي قدامك الثيكنس بتاعها نص انش، ده السمك. هو الانش هو الفيت؟ لا، الفيت بيساوي 12 انش. تمام، يبقى لازم احول بقى. في الامتحان بإذن الله هيجي لنا متر ونيوتن وكده، ونعرفها برضو، نعرفها تحسبها لأي ظروف تحصل. فالفي هو الفيت والانش دول موجودين على الكالكوليتور بتاعك أصلا، يعني ظهر الكالكوليتور موجود فيه تحويلات. أنت بتكتب مثلا إيه، بتكتب نص على الكالكوليتور، بعد كده تشوف في الآلة إزاي تحول من انش لفيت. بتكتب في الكالكوليتور شيفت 8، ومن انش لفيت مش موجود على الكالكوليتور، موجود عندك من انش لسنتي ومن فيت لمتر. المهم هتعرف توصل لها يعني بالكالكوليتور. طيب المهم ان الفيت بتساوي 12 انش. طيب بيقول لك مصنوعه من ستيل، السبيسيفيك ويت بتاعه 490 باوند لكل فيت كيوبد. تحس ان الكلام كبير قوي صح؟ طيب يعني ايه الكلام ده؟ دي الكثافه، دي الكثافه. ايه علاقه الكثافه بالدرس يعني بتاعنا النهارده؟ ببساطه شديده بيقول لك 490 باوند يعني زي نيوتن كده، دي وحده وزن على فيت كيوبد. فيت كيوبد اللي هي الفوليوم يعني. فانت حضرتك مطلوب منك تحسب الفوليوم بتاع الشكل اللي قدامك وتضربه في الكثافه، يطلع لك وزن الايه، وزن الصفيحه دي بس كده. عايزك تحسب بقى الرياكشنز، وعايزك تحسب التنشن في الحبل اللي عند البي. هل ممكن واحد يبدا ويرسم فري بودي دياجرام؟ هيقابله مشكله، مش هيعرف يحط الوزن فين، وهيقابل مشكلة تانية، هو ما يعرفش الاريا بكام او الفوليوم بكام. فالسؤال ده في كذا مرحلة، هنمشي على كذا مرحلة عشان نحله. اول مرحلة مثلا ان حضرتك تحسب الاريا بتاعته، الاريا دي تضربها في السمك بتاعه يطلع لك الايه، الفوليوم. عارفين طبعا ان لو اسطوانة الفوليوم بتاعها يبقى ايه، الكروس سيكشن اريا في الطول بتاعها. كذلك لو عندك شكل زي اللي قدامك ده، الشكل ده له سمك ثابت، له سمك ثابت، وبالتالي نحسب الاريا بتاعته نضربها في السمك ده يطلع لنا الفوليوم. خلاص، فده اول جزء في المساله. تاني جزء حضرتك هتحسب السنترويد، مركز الثقل فين، مكانه عشان احط عنده الوزن، وبعد كده في الاخر هترسم بقى ايه، الرياكشنز وكده. خلاص، معلش يا باشمهندس، انا جبت الاريا ليه؟ علشان نحسب الوزن يا باشمهندس. 9، بص هكتب لك القانون اهو، ركز معايا. الوزن هيساوي الكثافه اللي هو مديها لك اللي هي سبيسيفيك ويت بالفوليوم. يعني بص، الكثافه اللي هو مديها لك باوند على فيت كيوبد، الفوليوم اللي هو فيت كيوبد، ويطلع لك الوزن بالباوند.
طيب طبعا يا شباب خدنا element بالعرض خلاص، لان الشريحه دي الاريا بتلمس محور الواي اهو، وبرده هتجيب مركز الاليمنت، هتعمل نفس الشغل يعني بتاعك خلاص. مركز الاليمنت هيبقى اكس على 2 وواي، والدي اي هتساوي اكس دي واي تمام. فانت حضرتك هتعمل ايه بقى؟ هتكتب الاكس بار، القانون بتاعك اكس بار هيساوي فوق بنعمل انتجريشن اكس اي دي اي، اكس اي اللي هي اكس على 2 ودي اي اللي هي اكس دي واي، وتحت انتجريشن دي اي. طيب نعوض، هتشيل ايه دلوقتي؟ هتشيل الاكس، اكس في اكس باكس سكوير، اكس سكوير بكام؟ اكس سكوير ب 3 واي من معادله المنحنى. طب وتحت اكس دي واي هتشيل الاكس، هيطلع لك جذر 3 واي ايه من المعادله بتاعت المنحنى، يبقى 3 واي بتساوي اكس سكوير، يبقى الاكس جذر 3 واي. حدود التكامل بتاعك هتكامل بالنسبه لواي، ترجع للمنحنى وتشوف الواي بتتغير من كام لكام، بتتغير من 0 ل 3. فتكتب يبقى من 0 ل 3، من 0 ل 3. خلي بالك بقى من الجزئيه اللي انا هحاولها لك دي، احسب الانتجريشن اللي فوق لوحده واللي تحت لوحده. ليه؟ لان اللي تحت ده هيمثل ايه؟ حد فاكر الانتجريشن ده بس هيمثل ايه؟ المساحه بالظبط كده، ده الاريا بتاعتك صح كده، قلتها لك من شويه وبكررها تاني اهو. انت عايز تحسب مساحه الشكل، خلاص الانتجريشن اللي تحت لوحده اللي هو انتجريشن دي اي، ده يعني الايه يعني، فخد اللي تحت لوحده ده الايه، والفراكشن ده على بعضه هيدي لك اكس بار. يبقى انا دلوقتي كده معايا مركز الشكل فين، ومعايا المساحه بتاعته كام. كده هتقدر بقى بقلب جامد تشتغل مساله ايكوليبريم شابتر 5. كده انت عارف هتحط الوزن فين، وعارف الوزن بكام، وعارف الوزن بكام. خلاص، حد عنده سؤال لحد الجزئيه دي؟ طيب بصوا كده هنعملها ازاي بقى. هنقول له انا جبت السنترويد عشان اعرف احط الوزن فين، صح كده؟ بالظبط. انا ممكن اللي انا اجيب السنترويد يعني عشان هو كده ماشي تمام، شكرا. بالظبط، ومش مهم الواي بار، انا المهم عندي اكس بار. هنشوف ليه دلوقتي، يعني لو جبت الواي بار هتبقى خطوه زياده مش محتاجينها. طيب بص شباب، يبقى الوزن يعني هيساوي الرقم ده اللي هي 490 في الفوليوم قلنا الاريا اللي انت حسبتها في السمك، السمك اللي هو نص انش، هنحولها من انش لفيت هنقسم على 12، نص على 12. يبقى كده جبت الوزن بالايه؟ بالباوند. ده أول حاجة. تاني حاجة الرسمة بقى، هتحط الوزن ده فين؟ أهو. هتيجي بقى على المسافة اللي هي إكس بار الأوريجين أهو يا شباب. هتيجي على بعد إكس بار اللي أنت حسبتها وتحط الوزن بتاعك، هيبقى بالمنظر ده. هتحط بقى التنشن من هنا، هتحط أهو ده التنشن، وعند الأو هتحط الرياكشن بتاع المفصلة. اي عند الاو او عند الاي، عند الاي المفصله، وعند البي التنشن. بس كده بقت مساله ايه؟ بقت مساله ظريفه جدا. هات بقى المومنت، هات الاكس والواي، هتقول له طبعا المومنت عند الاو او الاي بتساوي زيرو، فيبقى عندنا ماينس الوزن في اكس بار بلس التنشن في 3 هتساوي صفر. جبنا التنشن، مجموع الفورس في اكس بتساوي زيرو، يبقى عندك او اكس بتساوي التنشن، مجموع الواي تساوي زيرو، يبقى عندنا الاو واي هتساوي الايه؟ الوزن. ها سهله. طيب عظيم، كده احنا خلصنا الايه الملف الاولاني ده اللي هو الانتجريشن.
ناخد بس 10 دقايق ماشي يا شباب؟ بصلي نصلي ونرجع تاني. اتفضل. سؤال في حاجة؟ سؤال بس اسأل سؤال. ايوه انا لو جبت الاكس باور ما ينفعش اعوض في القانون اللي هو بتاع المنحنى ولا ده تفكير غلط؟ اعوض فيه اعمل ايه؟ اجيب الواي بار منه بدل ما اعوض في القانون بتاع الواي بار. احذر يا باشمهندس احذر. انا عشان كده بسأل. انا قلت بص يا باشمهندس المعادلة بتجيب لك اكس واي اللي على صوت بيقطع دي. يعني انت اي نقطة على المنحنى قطع كده. سامعني ولا ايه؟ يعني انت عندك اكس على المنحنى تعرف تجي منها الواي، انما السنتريد ده بيبقى جوه، بيبقى جوه جوه هنا ملوش علاقه بمعادله المنحنى اساسا، مفيش علاقه بتربط ما بين الاكس والواي بتوعه. فاهم؟ فاهم. ايوه خلاص شكرا بقى. ماشي يلا ماشي يا شباب 10 دقايق كده ونرجع تاني ان شاء الله. طيب الجزء الثاني من الدرس اللي هو الأشكال المركبة، احنا مجموعة أشكال كده يعني هنحفظ السنترويد بتاع كل شكل نبقى عارفين مكانه بالظبط فين، وانت وظيفتك في المسألة تركبهم على بعض. انت يعني انت عارف كل جزء لوحده مركزه فين، زي المستطيل مثلا معروف مركزه في النص، زي المثلث معروف مركزه في التلت. خلاص فانت بتيجي في السؤال وتركبهم بقى على بعض وتعرف مركز المجموعه كام. تمام. فالاشكال اللي عندنا اللي هنحفظها اهم، عندك مثلا المستطيل، مستطيل مركزه في النص، نص البيز ونص الهايد. بس خد بالك ان احنا في المساله ممكن ما يبقاش المستطيل لازق في الاوريجن، ممكن يبقى متشافت في الاكس او طالع في الواي، فخد بالك ان احنا بنجيب الكوردينيتس بتاعه المركز، الكوردينيتس بتاعه المركز. خلاص. المثلث بيبقى في التلت، برضو تاخد بالك المثلث مش لازم يجي لك جنب الاوريجن كده، لا هتلاقيه بعد شويه هتلاقيه اتقلب، فهو بيبقى التلت من ناحيه الايه البيز بتاعته القاعده بتاعته. او ممكن تعمل حركه سهله قوي، ممكن تجيب الكوردينيتس بتاعت الرؤوس بتاعته الثلاثه وتجمعهم وتقسم على الثلاثه. هنحاول نبقى نعملها كده في الايه في المسائل باذن الله. يبقى انت هيجي لك مثلا مساله عباره عن مستطيل عباره عن مثلث لازقين في بعض، فانت هتعمل ايه؟ هتجيب الكوردينيتس بتاعت المستطيل لوحده والمثلث لوحده، وبعد كده بقانون كده معين بنجيب السنترويد بتاع المجموعه. اللي بعده نص الدايره، نص الدايره بيبقى الواي بار بتاعتها عباره عن 4 ار على 3 باي، 4 في الريديوس على 3 باي. وربع الدايره بيبقى نفس الحاجه بالظبط بس في اكس وايه واي، 4 ار على 3 باي. طيب يبقى الجزء الثاني او البي دي اف اللي بعده اللي هو بنسميه كومبوزيت الاشكال المركبه، ببساطه شديده هنجيب لك شكل مركب عباره عن مستطيل عباره عن مثلث، هشيل منه دايره، أعطي لك مثلا نص دايرة هنا
يبقى انت كده عندك كام شكل مثلا؟ عندك ادي واحد، عندك اتنين، عندك تلاتة، والدايرة ديت مفرغة من جوه، بنحط الاريا بتاعتها بالماينس عشان هي مقطوعة يعني. فانت كل شكل منفصل بتعرف مركزه ايه. هنعملها في صورة جدول. خلاص حط جدول، ادي الاشكال، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة، اربع صفوف. كل شكل بقى مطلوب منك تجيب مركزه فين، يعني تجيب له الاكس، تجيب له الواي، وبعد كده هتحسب له الاريا بتاعته علشان التجميع. التجميع بنحتاج الاريا. ماشي يا شباب؟ في الاخر بقى بتعمل ايه؟ اكس بار للمجموعة عبارة عن ايه؟ عارف حسبة الجي بي اي بتاعتك كده بالظبط؟ هي نفسها بالظبط. انت عندك شوية مواد، كل مادة لها تقدير وليها عدد ساعات. اهو عدد الساعات ده هو الاريا، والتقدير هو ده اكس وواي. فبتعملها ازاي؟ بتجمع حاصل ضرب الاكس في الاريا، يعني كل مساحة في الاكس بتاعتها على مجموع الاريا. مش دي زي الجي بي اي بالظبط برضه ولا ايه؟ واي بار نفس الكلام، مجموع كل واي في الاريا على مجموع الاريا. فانت بتزود عمود في الجدول عباره عن اكس في ايه عباره عن واي في الايه. وتشتغل. خلاص بتعمل ايه بقى؟ بتروح جامع العمود ده كله، مجموع العمود اكس في الاريا ده على مجموع عمود الاريا، وكذلك الواي في الاريا على مجموع الاريا. بس يبقى ده اللي احنا هنعمله في المساله باذن الله بتاعت الكومبوزيت دي. ماشي؟ تحفظ بقى الجدول اللي موجود عندك ده، وتجيب كل الشكل لوحده، وبعد كده تجمع بالاسلوب ده. تعال نشوف كده المساله. عندنا طبعا مسائل واير هنشوفها بس بعد دي. ماشي، حلوه المساله ديت. انتوا خدتوا اريا في المحاضره صح؟ يعني الدكتوره خدت الدوائر والمثلثات والحاجات دي مظبوط؟ ايوه مظبوط. تمام. ايوه تمام. يا شباب ناخد بقى شكل زي ده، نقسمه ازاي دوت؟ ناخده بس كده عشان ايه؟ اهو عشان نشتغل عليه. طيب ماشي، قدامنا اهو السؤال ده هيتقسم ازاي؟ السؤال بقى منتظمه انت تعرفها. ف هنقول له مثلا هناخد المثلث ده اهو، مثلث ظريف اهو. هناخد مثلا المستطيل أو مربع أهو، ده ممكن نسميه مثلا واحد مثلا. هناخد نص الدايرة، خلاص ده تلاتة، المثلث ده اتنين، وبعد كده هناخد الدايرة كلها، ده شكل مفرغ خلاص، وهنسميه أربعة. يبقى كده عندنا أربع أجزاء. نعمل جدول. واحد اثنين ثلاثة أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة. كل شكل محتاجين إكس، محتاجين واي، محتاجين الأريا. والتكملة بقى هسيبها لك تبص عليها في الحل، اللي أنت بتضرب عمود الإكس في عمود الأريا، وبعد كده تضرب عمود الواي في عمود الأريا لكل شكل يعني. تمام. الشكل الأول يا شباب اللي هو المستطيل، مركزه في النص. أنت خلي بالك شغلك كله عند من عند الأوريجن، مش بقى
تنصف الشكل وخلاص، لا. الشكل اللي هو المستطيل رقم واحد ده 3 عرض و3 طول، يبقى مركزه 1.5 1.5 وهو لازق في الأوريجن، يبقى مش هتحرك أي إيه لا يمين ولا شمال. فهكتب فعلا في الإكس 1.5 وهكتب 1.5 والأريا 3 × 3 × 9. في سؤال؟ طيب الشكل الثاني اللي هو المثلث، المثلث بيبقى عند مسافة التلت، فأنت بتحط نقطة كده، خلي بالك بيبقى التلت من البيز، من القاعدة بتاعته، يعني من الحتة دي تلت التلاتة، ليه واحد؟ الحتة دي واحد، اوعى تكتب في جدول واحد، انت في الجدول تكتب احداثيات الاوريجن. يبقى انت عندك 3 اهي زائد 1 كده، يبقى انت رحت للايه؟ للسنترويد بتاع الشكل. فانت خد بالك ان انت شغال من الاوريجن، تمام. يبقى تلت المثلث 1 زائد التلاتة اللي هو معمول له شيفت بيها يبقى 4، بكتب في الاكس 4. طب الواي، الواي برضو ارتفاعه تلت، تلت التلاتة هيبقى 1، ده لازق في الاكس على طول، يبقى الواي 1. يبقى هنكتب في الاكس 4 والواي هنكتب 1. او في حركه تانية ممكن تعملها لو انت اتلخبطت في المثلث وجالك متشقلب وكده، ممكن تجيب الثلاث رؤوس بتاعته، النقطه دي والنقطه دي والنقطه دي، هات احداثياتهم 6 و0 3 و0 3 و3، اجمع الاكسات واقسم على الثلاثة، اجمع الوايات واقسم على الثلاثة، هيطلع لك 4 و1. خلاص؟ الاريا نص البيز في الهايت، الاريا بتاعت المثلث، بيطلع لك 4.5. الشكل الثالث يا شباب اللي هو نص الدايرة، أنا هرسمه لوحده كده عشان بس إيه؟ هنا الناس بتيجي تتلخبط شوية. نص الدايرة أهو، انت بتبقى حافظ بقى ايه حاجه اسمها 4r على 3π وتكتبها وانت مغمض وكده، ما ينفعش. في اوريجن لازم نشوف اللي هو السنترويد فين من الاوريجن، لازم. فبص كده نرجع تاني للقانون بتاع نص الدايره اهو. بصوا كده كان في الشرح موجود ازاي اهو. بص كانت مكتوبه ازاي، السنترويد النقطة اللي قدامك دي هي مش في نص الشكل، يعني مش الريدس 1.5 يبقى السنترويد في نصها، لا، هي حاجة اسمها 4r على 3π، بتطلع أقل من النص بشوية. خلاص، شوف محسوبة منين. عايزين بقى نطبق الكلام ده على مسألتنا، فركز بقى نشوف هنعملها ازاي. ادي السؤال بتاعنا اهو، يا ترى فين السنترويد على محور التماثل؟ ادي محور التماثل اهو، ادي السنترويد، عايزين نوصل له من الاوريجن، هطلع في الواي قد ايه؟ 4r على 3π ولا حد عنده راي تاني؟ ار بالظبط، اللي هي الار عندك 1.5، يبقى دي كده هطلع 1.5، وبعد كده همشي كام في الاكس؟ ماينس 3r على 3π لسه ما حسبناهوش. بالظبط، المسافه دي 4r 4 × 1.5 على 3π. ماشي يا شباب، طلعك 2 على باي. نكتب بقى الكلام ده في الجدول، فهنكتب الاكس طبعا ده في الربع الثاني، يعني سالب 2 على باي، ونكتب في الواي 1.5. الاريا هي نص الاريا بتاعت الدايره، نص باي ار سكويرد، 1.5 سكويرد. ماشي يا شباب، حد عنده سؤال؟ باشمهندس انا مش فاهم حاجه في الشكل، بس هو في الشكل رقم واحد، هو ده مش ريكتانجل متشال منه نص دايره؟ يا باشمهندس لا، احنا بناخد الشكل المصمت كله وبعد كده الدايره ناخدها على بعضها في الاخر. انا اسف بس مش فاهم حضرتك يا باشمهندس، يعني انت لما يجي لك
يقول لك احسب السنترويد بتاع شكل زي ده اهو اهو. عايزين السنترويد بتاع شكل زي ده يا باشمهندس. بتعملها ازاي؟ بتقول له الشكل ده بيساوي المربع كامل اهو كله ناقص منه كوره او الدايره. انت حضرتك بتتعامل مع المربع كانه سوليد مش مفرغ خالص، وتاخد الدايره او تاخد الشكل المقطوع جزء لوحده خالص. ماشي خلاص تمام اوكي. ده اللي احنا عملناه هنا. تمام ماشي يا شباب. الشكل رقم 4 اللي هي الدايره، احنا عايزين السنترويد بتاعها، ما تنساش ولا بروح لاولها ولا لاخرها، انا عايز مركزها. مركزها على بعد كام بقى؟ مركزها اهو على محور واي، على محور الواي، وعلى مسافه كام؟ على مسافه 1.5. فهنكتب في الاكس 0 والواي 1.5، والاريا ما تنساش بالنيجاتيف عشان ده شكل مقطوع، فنكتب نيجاتيف باي ار سكوير بس كده. وبتكمل بقى الايه الجدول، يبقى نيجاتيف باي ار سكوير. ها سهله يا شباب، هتلاقي بقى التشميله عندك في الملف. مين اللي بيسال؟ انا يا باشمهندس. ممكن بس القطعه الاخيره 4 تاني اللي هي الدايره. اي شكل احنا بنروح بنجيب احداثيات مين؟ بنجيب احداثيات مركزه صح؟ تمام. الدايره اللي قدامك دي مركزها احداثياته كام؟ 0.5 بالظبط، يبقى الاكس 0 والواي 1.5، هو ده اللي احنا بنكتبه في الجدول مركز الشكل. بعد كده الاريا بقى، بما انه شكل مفرغ ده هواء فراغ مقطوع من الفاضي يعني، فبنحط الاريا بالنيجاتيف. خلاص نحط الاريا بالنيجاتيف زي ما احنا شايفين كده. ماشي واضحه ولا ايه؟ تمام. ماشي ناخد سؤال تاني. يا باشمهندس معلش، ممكن التقسيمه تاني؟ لا تقسيمه الشكل يعني. ما هو يا باشمهندس احنا الاشكال اللي بنقسم بيها ايه؟ ريكتانجل وسيركل وتراينجل، اللي هي الاشكال اللي احنا عارفين السنترويد بتاعها فين يعني. سيمي سيركل وكوارتر سيركل. تمام دي الاشكال. طيب انت عندك اهي قدامك كلمه اهي مجموعه الاشكال اللي عندنا. عملنا ايه؟ خدنا المثلث اللي على اليمين خالص ده لوحده، وخدنا ريكتانجل، وخدنا نص دايره اللي هي على الشمال، في الاخر قطعنا منهم ايه؟ دايره. في الاخر قطعنا منهم دايره اهي. نحاول نجيبها تاني. طيب اهي يا باشمهندس، انت انسى الشكل المقطوع دلوقتي، شيل الشكل المقطوع ما يلخبطكش، اعتبر ان هو مسمار كده كله على بعضه كده مسمار. خلاص اهو اتجمعوا الاول، وبعد كده تشوف اللي اتقطع ايه بقى. فاحنا نروح اخذنا خط كده، ده الشكل على اليمين، خدنا خط كده اهو، فبقى نص دايره، بقى مستطيل، بقى مثلث، صح كده. وبعد ما بنخلص بنقول له ناقص
الدائرة بس. تمام ماشي واصل لك. شكرا يا باشمهندس. ماشي. لا باشمهندس سؤال لو سمحت. ايوه دكتور اتنين عشان امتحانات ام سي كيو بيجيب لكم هو متقسم، وده صح ولا احنا اللي بنقسمه؟ يعني كل واحد فينا بيقسمه براحته. فعلا اخر سنتين كان بيقسم لكم الشكل مظبوط. احنا ده كده يا شباب مثال على الاريا. وعندك مساله ثانيه هي رقم 59 في البي دي اف، يبقى شوفها. طبعا هتبقى مستطيل ومستطيل ومثلث ناقص ربع دايره. طيب في بقى اشكال للواير واشكال للفوليوم اسهل من الاريا. طبعا الواير اللي هو الدائري بيبقى بدل 4 ار على 3 باي بيبقى 2 ار على باي، 2 ار على باي خلاص، اللي هو سلك. فتعالوا كده ناخد مساله عباره عن سلك. ناخد دي مثلا رقم 45. ايه نحطها. ماشي يا شباب، ايه مساله قدامنا اكس واي وزد، مساله 3 دي مش مشكله. خلي بالك ان اللي قدامك ده سلك، يعني مش تقول مثلث وربع دايره، لا ده سلك معمول بالشكل اللي قدامك ده. فكل قطعه لوحدها، كل قطعه لوحدها هيتقسم ازاي بقى الشكل زي ده؟ عد معايا بقى، احنا ناخد المحيط كله. عد معايا، ادي واحد اهو السلك اللي واقف ده ومركزه في النص، ادي اثنين السلك المايل ده، ادي ثلاثة، ادي اربعة اشكال خلاص. طبعا السلك اللي هو الستريت المستطيل مركزه في المركز، ما تنساش انت بتجيب ايه يعني. خلاص انت بتروح لكل شكل لمركزه. اما الدوائر زي ما قلت لك، لو انت عندك سلك على شكل ربع دايره اهو اللي في النص ده هوا، بيبقى مركزه في الهوا. طبعا انت ممكن تتعجب، المركز بيبقى في الهوا مش على السلك اصلا. بيبقى مسافته كام؟ المسافه دي 2 ار على باي، المسافه دي 2 ار على باي. انت طبعا ممكن تتعجب دلوقتي، هو في شكل مركزه في الهوا؟ ايوه مفيش مشكله. انت تعرف اصلا ان المركز ده نقطه وهميه اساسا مش موجوده. احنا بنجيب، انت عارف المركز ده عامل زي ايه؟ زي المحصله اللي كنت بتجيبها في شابتر 2. يعني انت مثلا ايه، اي جسم في جسمك، مثلا جسمك كل حته منه ليها وزن، ذراعك، صوابعك، اعضائك، العظم، كل حته ليها وزن. فلما بنيجي ندرس انسان او نعمل سيميوليشن مثلا لواحد راكب عربيه، عايزين نتعامل مع كتلته كانها كتله واحده، فبنجيب له مركز الثقل. مركز الثقل يعني محصله الاجزاء بتاعتك دي فين. فتطلع بقى في الهواء، تطلع على جسمك نفسه مش مشكله. ادي لك مثال برضو قريب جدا. لو انت عندك مثلا رينج حلقه او طوق، مثلا طوق اهو، طوق البحر اهو. أسألك سؤال، طوق البحر ده مركزه فين؟ مركز الثقل بتاعه، أنت هتلاقي نفسك حطيت المركز في الهواء أهو في النص، صح كده؟ دي نقطة أصلا موجودة عليه؟ لا. فما فيش مشكلة خالص، يبقى مركز الشكل في الهواء عادي جدا. نرجع للسؤال بتاعنا. قسمنا السؤال بتاعنا أربع أجزاء، هنعمل بقى الجدول. ادي واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. كل شكل هنحسب له إيه؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. ادي واحد، وده اثنين، ده ثلاثة، ده أربعة، تمام؟ كل شكل هنحسب له إيه يا شباب؟ عايزين إكس، عايزين واي، وعايزين زد.
حد عارف ايه العمود اللي بعده؟ معقول؟ طول يا باشمهندس طول. ايوه صح، احنا كنا من شويه بنكتب الاريا، فلما يكون مساله سلك هتكتب ايه؟ هتكتب ال ال، وبعد كده بقى تضرب العمود الاكس في عمود ال ال، عمود الواي في ال ال، عمود الزد في ال ال. المهم يلا اول شكل اكس وواي وزد، افكرك تاني افكرك تاني، احنا بنجيب ايه؟ بنجيب مركزه، مالناش دعوه بالشكل كله، عايزين مركزه. خلاص مركز الشكل الاول ده فين؟ في النص اهو. ده على بعد ايه؟ ده على بعد 100 في الواي اكسس. تمام، فهنكتب زيرو ومية وزيرو، والطول هيبقى 200. واضحه كده ولا صعبه؟ بصوا كده الشكل الثاني، الشكل الثاني برضو ستريت واير مركزه في النص اهو، علشان تجيب احداثياته ما انتش محتاج طول الواير، لا هو مركزه في النص، اذا نص الاكس ونص الزد، يعني هتمشي 100 في الاكس وهتمشي 200 في الزد. يبقى نكتب 100 وزيرو و200، طول الواير بقى هيكون جذر 200 تربيع و400 ايه؟ تربيع، اللي هو طول السلك المايل ده. طيب الشكل الثالث يا شباب مركزه هيبقى في النص اهو، كام احداثياته؟ لو حد بقى جدع يقول 400 في الاكس، 400 في الاكس ايه؟ 200 معلش 200 اكس و200 في الزد، و200 ده ايوه صح، و200 في الزد مظبوط. يبقى انت يا شباب صح كده، هو ال 400 معلش مظبوط. يبقى انت من الاوريجن، اقول تاني برضه عشان الناس اللي مش واخدين بالهم، هتمشي المركز الشكل، يبقى هتمشي كام؟ هتمشي في الاكس 200 وتطلع في الزد 200. انت يبقى انت هدفك ايه؟ هدفك توصل لمركز الشكل من الاوريجن. ماشي يا شباب، اخر شكل اللي هو رقم 4 اللي هو السلك الدائري، مركزه هيبقى في الهواء اهو، في الاكس 2 ار على باي وفي الواي 2 ار على باي. انت بس اعرف هو في انهي مستوى، هو في مستوى اكس وواي. تمام، يبقى الاكس 2 ار على باي، طبعا الار ب 200، 2 ار على باي والزد صفر، طول السلك اللي هو الربع دائري ده باي ار على 2، باي ار على 2، ولو نص دايره يبقى باي ار، ولو دايره كامله طولها يبقى 2 باي ار. بس كده هتكمل العواميد وتحسب اكس توتال وواي توتال وزد توتال. خلاص زي ما هيبقى تلاقي عندك في البي دي اف اهو، تكمل الجدول وبعد كده تقول له اكس بار توتال عباره عن مجموع اكس ال على مجموع ال ال، وهكذا وهكذا. درس لذيذ. باشمهندس عندي سؤال بس. ايوه. ازاي الويت هيبقى على السنترويد بره البودي نفسه؟ لانه اصلا مش موجود، ما تقدرش تمسكه. عشان 2 دي يعني؟ لا يا باشمهندس، ده ما انا قلت لك ده نقطه وهميه اصلا مش موجوده في الواقع اساسا. تمام، بس ازاي بقى الويت هيأثر على نقطه بره البادي اصلا؟ ما هو اصلا ما فيش ويت بيأثر عند نقطه اساسا. انت مش واخد بالك من كلامي. الاصل في الموضوع يا باشمهندس، ربنا خلق كل ذره ليها وزن. يعني انت جسمك عباره عن ذرات كتير قوي. كل حته ليها وزنها. عليها، على الحته نفسها. لكن المحصله دي احنا اللي عملناها عشان نحل المسائل، عشان نحول البني ادم ده لوزن، عشان نحول ده. يعني انا مش معقول يا باشمهندس لما اجي ادرس طوق
هقعد ارسم لكل ذره وزن. مش معقول في المساله هحط ملايين الاوزان، صح ولا لا؟ تماما. يعني انت الواقع بتاعك اللي انت عايش فيه كل ذره ليها وزن، لكن احنا في المسائل بنعمل ايه؟ بنجيب نقطه وهميه بنحط عندها الوزن الجسم. النقطه دي مش موجوده في الواقع، دي احنا اللي عاملينها، احنا مالفينها احنا. تمام سميناها مركز الثقل. ماشي تمام ماشي يا شباب. ناخد بقى حاجه على الفوليوم اخر حاجه. طيب الشكل اللي قدامك هو للاسف البي دي اف ده ناقص الاشكال بتاعت الفوليوم، اكيد الدكتوره برضو كتبتهم لك في المحاضره. احنا عندنا في الفوليوم ثلاث اشكال، اكيد ملف المحاضره هتلاقي فيه الفوليوم ده. طيب اكتبهم لك. انا الواير قلت لك الواير هيبقى عباره عن ايه. اخر حاجه بقى الفوليوم. طب اقول لكم على حاجه، ممكن نسيبه المره الجايه، نحل عليه المره الجايه لما نشوف الدكتوره هتقول لكم ايه. خلاص ماشي، خلوه المره الجايه الفوليوم. تمام يا باشمهندس. ماشي شباب، النهارده كده يعني خدنا جزء حلو، التكامل والتجميع، المساحه والواير. تمام، يبقى المره الجايه ناخد الفوليوم، ولو حد عنده اي سؤال في الدرس حليت ولقيت اسئله صعبه قولها لنا ونحلها مع بعض المره اللي ايه اللي جايه باذن الله. تمام يا شباب، يلا اتفضلوا يا شباب.